يعني كاسم كبير، حبينا الزوراء من وراء فلاح حسن، كل احنا تعلقنا بهذا النادي بسبب هاي النجوم اللي موجودين. اليوم اللي صار مثلا مواجهه مع الجمهور وطلق او اطلاق اطلاقات ناريه وتعدي على سيارته وتعدي وهذا، يعني ما اعتقد المنصب يسوى انه انت مثلا تبقى به على مود انه يعني تتحمل. يعني طالب انه فلاح يبتعد عن لا ما اطالب انا هسه اليوم ما اطالب، بس لو انا كنت بمكان فلاح تطلع اترك الموضوع اقول يا اخوان انتم ليش يعني احنا هذا اللي نقدمه اللي ترى وفق الامكانيات الموجوده عندنا، فلا تحملون اكثر من طاقتنا. انتم اذا اكو شيء تريدوه كجمهور كمطلب تعالوا اقعدوا ويانا واحنا نتفاهم وياكم ونوصل الى حل، لا اما احنا نطلع برا يا اما تسندونا، لانه احنا اليوم كاداره بدون جمهور ما نقدر طبعا خاصه نمضي مثل الزوراء. احنا دشوفون الامكانيات اللي عندنا، طالبون بفلان وفلان فلان احنا مستعدين نقدمهم معانا ونجيبونه. من تجي البادرة من عندهم ونكون متعاونين أفضل ما أنا يعني أكون. شو اللي أخطأ فلاح حسن بعمله اللي يخص عمله؟ أمور التمويل الفلوس هذا تلعب دور مؤثر، لكن وين اللي خطأ بفلاح حسن وبإدارته على مستوى العمل؟ طبعا أوصل الزورة لهذا الوضع. والله شوف بصراحة أنا ما عندي تقييم حقيقي لإمكانية المادية أو الدعم اللي نادي الزورة، ما عندي أعرف، ما أعرف إيش قد هو، هل هم يعني عندهم امكانيه لا باس بها او ضعيفه او اكيد هي ديعانون يعني طبعا. بالتاكيد يعني النادي ديعاني، ولا ماكو واحد اليوم يتحمل ما يتحمل اذا ما هو اكو معاناه عندهم بموضوع النادي. اللي يعني اكو اخطاء بسيطه مثلا عمليه اختيار اللاعبين للفريق الاول، انت تعرف كره القدم هي بس غير على قد الحافه مد رجليك يا كابتن، هم ما عندهم يعني هو لو بيده يجيب لاعب ب 200 و 300 مليون لكن ما عنده. نعم نوبات مثلا دا يصير تغيير لاعب يجي ويجربه وينطوا فلوس ويشيلوه مثلا مدرب مباراتين يعني ممكن اخطات به، لكن يعني هذا بعض المرات تسوي يعني شلون اقول لك عبء على اداره النادي الماديه، يعني انت تجيب وتودي يعني هسه هذا مو سبب رئيسي لهذا، لكن هو انا اعتقد ظروف النادي ما كلش يتحملها كابتن فلاح حسن بموضوع انه يعني اخطاء كبيره، لكن هذا ظرف النادي والمادي لربما هو خلى وضع النادي. لكن اليوم انا من اروح حتى لو اريد اروح مثلا لنادي الزوار لازم اهيئ نفسي على الدعم الحكومي على الدعم النادي، لازم اجد وسائل اخرى بعلاقاتي بالناس اللي اعرفهم. تقصد التمويل الفلوس؟ تمويل نعم. انا شوف بال 2003 اول ما بدينا يعني احنا تقريبا خلال 4-5 شهور احنا صار عندنا بمبلغ 500,000 دولار، في حين ما كانت وزارة الشباب عندها هالإمكانية. اتحاد كرة القدم كنا احنا نسلفه وبعدين يرجع لنا إدارة نادي الزوراء. ليش؟ اعتمدت على علاقاتي الشخصية مع الشركات مع ما زلت تحتفظ هالعلاقات القادرة على انه لو رجعت للزوراء تمد النادي بوضع مادي افضل. اكو ناس اليوم عندهم مشاريع خاصة، اكو تجار يريدون يعلنون عن اكو شو الشركات والتجار قالوا كابتن لو رجعت نرجع عن يعني الزوراء. بعلاقاتي ممكن يصير عملية اقناع ويرجعون ويبدون يدعمون النادي وعلى الاقل يسيرون امور النادي بطريقة معينة. تقدر اليوم كنادي وجماهيري تستقطبه لاغراض اخرى، يعني تعرف اليوم اصبحت العملية الرياضية تسويقية وتجارية وتقدر بها منافذ عدة، وحتى على المستوى الحكومي علاقاتك مع الوزارات علاقاتك مع مجلس الوزراء كل هاي ممكن تستثمرها انه حتى تقدر تمشي امور النادي ماديا. ربما يعني هو هذا على مستوى الاموال والتسويق والتجارة تكلمنا، على مستوى الاشخاص بالادارة شوف ادارة نادي الزوراء يعني طبعا فلاح حسن اسم لا غبار عليه نجم كبير، لكن من يعمل مع فلاح حسن تشوفه يستحق ان يعمل باداره نادي كبير مثل الزوراء قادر على النجاح؟ يعني اكو بعض الاشخاص يعني جيدين يعني ولكن يعني الاغلبيه هم غير جيدين غير سلبيين، يعني وجودهم هم جايين ينتفعون من النادي مو يفيدون النادي حقيقه. فهذه مشكله يعني اليوم انت لازم تجيب اعضاء هيئه اداريه مو يريد الراتب ولا يريد السفره ولا يريد المخصصات ولا يريد يستفاد، لا تجيب عضو اداري يدفع من جيبه يحط من جيبه، مثل ما كنت انا يعني جبت لي اصدقائي اللي هم عندهم امكانيات وعندهم شركات قاموا يدفعون من شركاتهم ويسوون اعلانات، والمهم مشينا النادي في وقتها في ذلك الوقت. فهذا الموضوع اليوم جدا حساس، اللي اتمنى انه اوصل ل إذا يكون لي فرصة في نادي الزوراء بدون صراع مع فلاح وإدارته
أكون يكون الباب مهيئ لي بطريقة يعني مثقفة وشفافية. طيب كابتن خلينا نسمع رأي الجمهور ونرجع لموضوع الزوراء، أيضا موضوع مهم جدا ولازم يعني نستمر بالحديث مع مجموعة من المتابعين من جمهور الزوراء، تحدثوا عن تواجد أحمد راضي بالساحة الرياضية العراقية وضرورة عودته للعمل بنادي الزوراء. نتابع. الشارع الرياضي اليوم شلون ينظر الى يعني تسميه الكابتن احمد راضي كوكيل لوزاره الشباب والرياضه؟ شو يمكن يقدمه هذا النجم لي يعني من الناحيه الاداريه؟ والله هو هذا احنا تفاجئنا يعني وبهذا المنصب لاحمد راضي، المفروض من بدايه عندما يعني الوزير السابق احمد راضي المفروض يكون على هرم وزاره الشباب والرياضه، ونتمنى له التوفيق. ويمكن الوزارة هي راح تستفاد من أحمد راضي، لأن أحمد راضي اسم كبير وعلاقاته، وأعتقد راح يقدم هواي للكرة العراقية. والله كابتن أحمد راضي غني عن التعريف، بطل من أبطال العراق، نجم من نجوم العالمية، احنا نعتبره ماركة بالعراق، وإن شاء الله يستفيدون منه طبعا وزارة الشباب والرياضة، وإن شاء الله يخدم الكرة العراقية. ومن ناحية الإدارة إن شاء الله يقدم فتشي للعراق إن شاء الله يليق باسم العراق. أحمد راضي يعني مو أنا أقيمه، هواي نجوم قيمة أحمد راضي، وإن شاء الله نستفيد من خبرته. والله الكابتن أحمد راضي يستاهل كل الخير، ومن أفضل اللي موجودين حاليا بالبلد، لأن منصبه يعني شلون مثل ما تقول ماركة رياضية هو، ووزارة الشباب تفتقد إلى وكيل وزير الشباب أن يكون رياضي. يعني إحنا مرات 10 سنوات ماكو وكيل وزير شباب رياضي، إجانا لاعب سابق تعرف شلون، بس راح أقول حكاية مع الأسف في بلد يعني بلدي الشريف محارب. شو يمكن يقدم اليوم قبل النجم؟ والله يقدم للكرة العراقية هواي أمور أحمد راضي مو بس بالعراق، على مستوى العالم كلها تعرف أحمد راضي، واللي كان عنده تكريم هو بقطر من أفضل اللاعبين على مر التاريخ. نعود كابتن، هذا يعني جزء وأكيد أكو جزء ثاني، وهي يعني يمكن هم قليلين، لكن أنت تعرف أكو يعني جمهور كبير يطالب بأحمد راضي. الآن على مستوى الزوراء، الحل لنادي الزوراء، أنت مطالب بحل، أنت أحمد راضي ابن الزوراء، نعم. شنو الحل برأيك لهذه الأزمة؟ حل سريع وآني، وجمهور يريد حل سحري. طبعا هو الحل أنه لملمة البيت الزورائي حقيقة، مستعدين كل إحنا كأبناء النادي نتعاون لإنقاذ النادي بأي صورة يعتقدون بها أنه الإدارة الحالية نقدر نخدمهم بها، هذا أول حال. بعدين أيضا الإدارة تحتاج إلى أنه يعني تجلس جلسة مصارحة مع الرابطة ومع الجمهور اللي اليوم اللي غاضب، يحتاجون أنه يعني يتناقشون بهذا الموضوع. أنا كل ما أقول لهم يعني اطرحوا للإدارة شوفوا تصنبيك جمهور الزوراء دائما. نعم دائما والله، يعني بدي أقول لك هسه ورا الخسارة أمام الجوية نعم تصنبيك كثير كثير يتصلوا ويحملوني مسؤولية حقيقة، يعني على أنه ليش أنت مبتعد، أنت ليش ماكو طريقة الآن تدخل بها لإدارة الزوراء؟ يعني شو وقت رح تدق باب فلاح حسن أو باب الزوراء حتى يعني تخلي مسؤوليتك تقول لهم يا أنا دقيت الباب ترى ما فتحوا لي الباب؟ أنا والله مستعد من باكر أكون عون بدون منصب يعني لهذه الإدارة. أما هذا موضوع الإدارة والترشيح فهذا يجي بوقت الانتخابات. أنت نادي زوراء ما تدخل إلا رئيس؟ يعني أكيد طبعا إلا يعني، لأن كل واحد يأخذ إلا سيستم عمل طبعًا. يعني اليوم أنا ما أقدر أتقاطع ويا صديقي لي وعزيزي لي يعني بالعمل، يعني صارت سابقا. اليوم اذا انت ما تكون عندك يعني كعضو ما تريد تخدم الزوراء، تخدمهم بس رئيس كعضو بالهيئه الاداريه، ما تريد تخدم الزوراء كرئيس، تشوف مكانك الطبيعي والمناسب. يعني انت اذا انت صاحب القرار ما راح يفيدك الموضوع المنصب، يعني انت لازم تكون انت يعني انت تخطط رؤيتك، يعني تعرف هي مو سهله عمليه اتخاذ القرارات، يعني بعض المرات تتخذ قرارات يعني يجوز غيرك ما يوافقك عليها. فلذلك انت من تكون صاحب القرار تقدر تعمل كل شيء في بالك ورؤيتك كلها تنفذ. تحس الزوراء يحتاج الى دكتاتور بهالوقت حتى يصحح المسار؟ لا هو مو موضوع دكتاتور، يحتاج الى شخص عنده علاقات وعنده يفرض وضع ورؤيه عنده ذكيه يتعامل بها في الوقت الحالي. فلاح ما عنده علاقات؟
يعني فلاح ما اعرف والله ما ادري يعني بس هو دا يجتهد هو اصلا بعيد عن الجمهور انا كل اللي اعرفه انه هو ما يلتقى اصلا ويا الجمهور وحتى يعني بالاعلام مموتنا ولا ينزل من عندنا يعني اللي يلتقون مثلا للاخوان بالاداره ابو ازاد يروح يعني انت لازم تكون قريبا من الجمهور لازم تفهمهم لازم يعني تدخلهم في شؤون النادي وتعرفهم على هذا الموضوع تلتقي بهم يعني هاي جدا يعني مهمه يعني لحتى تذوب هذا الجليد بينك وبين بين الجمهور بالانتخابات اذا الانتخابات المقبله للدوراء ترشح نفسك راح تكون موجود والله ان شاء الله راح ارشح نفسي بس ايضا اريد يعني من الاخوان بالاداره لا تكون حرب هي بيننا وبينهم اليوم انتم اخذتوا فرصتكم وصلتوا قدرتوا تقدموا اللي تقدموا خلوا راح يعني تنجح بيزارة. خلوا الفرصه مع هذه الظروف مع هذا الوضع مع هذا الدعم عندك يعني خطة واثق منها أنه تنجح الفريق؟ والله هي باعتقادي الخطة الأساسية أنه تجيب دعم للنادي يعني مشكلة فلوس مشكلة فلوس الله وفقني وقدرت أجيب فلوس نجيب لاعبين زينين نجيب مدربين زينين نسوي فريق تمشي الأمور حسن أنت يجوز نوبة تجيب لاعبين تجيب مدربين وما تتوفر ما تمشي الأمور صحيح بس الأمور اللي عليك سويته الصح سويته لكن انا ما اقعد اجازف باسم الزوراء اجيب لاعبين ضعاف والله دردبني مثلا من الاربع سنين يعني على مود والله يصيرون عندي لاعبين على مود انافس وطبعا هاي المشاكل هم يتقبلها الجمهور اليوم اكيد يعني. وجود عماد محمد كمدرب الان تشوفه يعني اضافه لعماد لو اضافه للزوراء والله نشوف عماد ظلم نفسه يعني مع جمهور الناس تحبه يعني بعده مبكر يعني لحد الان هو حتى شهاده تدريبيه ما يملك يعني جيت من راس من لاعب تريد صعبة اليوم يعني في هذه الظروف يعني ممكن انت لا عندك ادوات تقدر تتعامل بها مع الدوري لا عندك خبرة لا عندك تدريب يعني كل هالامور حتى مثلا اليوم انا كمدرب من ادرب اشوف مثلا عندي نقص في موضوع معين في فكرة التدريب او بالعمل الاسلوب ما تقدر تصلحها بهذه السرعة يعني ولذلك اتحمل عبء القرار اللي شوف جزء من الحل الان ممكن يكون تغيير المدرب يعني ابعاد عماد واستخدام مدرب اكثر خبره اكثر درايه والله واكيد طبعا يعني المدرب يجي يوقف الفريق اقلها يعني هاي الخسارات الاربع يعني يوم خسران 1-0 عادي طبيعي يخسر احنا كنا احنا نجوم ومنتخب شفت اللعبه انت ما زاره جوي؟ لا والله ما شفتها يعني سمعت بالخبر اي سمعت بالخبر فمن تخسر عادي طبيعي يعني منافسه احنا دخلنا في منافسات مع الجويه مع الطلبه مع الشرطه مره نخسر مره نغلب لكن اكو مستوى اكو يعني بعض المرات انت مثلا خطا بسيط يعني تحمل الجمهور ظروف مباراه طيب مجموعه اخرى من الجمهور الرياضي اصدقائي يتحدث عن ضروره تواجد الرموز ونجوم كره القدم العراقيه بالعمل بكل المفاصل سواء على مستوى الانديه او على مستوى العمل بشكل عام كوزاره او كلجنه اولمبيه نتابع وبعدين نرجع لكم اليوم وجود شخصيه مثل احمد راضي في يعني الهرم الرياضي بالنسبه لوزاره الشباب شنو يمكن ان يضيف اليوم هذا النجم والله كما تعرفون ويعرف الشارع الرياضي ان احمد راضي شخصيه رياضيه مرموقه على المستوى العربي والاسيوي وربما حتى المستوى العالمي وقدم للرياضه الشيء الكثير واحنا صار فتره طويله نفتقر الى الشخصيات الرياضيه اللي تكون بالوزارات او مثل ما يعبر انه في الاختصاص فاحمد راضي من الممكن ان يضيف للكره العراقيه عامه ولاتحاد الكرة أيضا لأن كما تعرفون أحمد سبق وإن قلنا أنه شخصية رياضية مرموقة أكاديمية واسم معروف ممكن يقدم الكثير والكابتن يعني أحمد مهمش تعرف من فترة طويلة فنتمنى أنه يكون على أحد المناصب اللي موجودة بوزارة الشباب أحمد راضي لاعب معروف على مستوى عربي وعلى مستوى آسيوي ويعني غني عن التعريف احمد راضي يعني بامكانه يعني يقدم فشيل للكره العراقيه انتم تعرفون احمد راضي فيمكن يعني يقدم كل شيء يعني ما موجود بالكره العراقيه يمكن يضيفه للعراق للكره العراقيه يعني اخيرا كابتن جمهور الزوراء اكيد منتظرنا واكيد يشوفنا الان بالانتخابات المقبله احمد راضي موجود وسيلبي مطالب الجماهير ويتخلى عن كل التزاماته الاخرى اللي من الاتجاه للبرلمان من الاتجاه للسياسه ويعود لكي يعمل بنادي الزوراء ان شاء الله بس انت خوش مسوي لي يعني دعايه انتخابيه اليوم لا هي مو دعايه انتخابيه كابتن تستحقها يعني انت رمز كبير بالتاكيد يعني يختلفون اثنين على اهميه وجودك ووجود من
حقق انجازات مثلك بالرياضه العراقيه. وين شفتوا بالانتخابات؟